يعرف التحرش الجنسي بأنه سلوك غير مرغوب فيه، يشعر الشخص المتحرش به بالإهانة أو التهديد أو الإذلال، وقد يكون مباشرا أو غير مباشر، جسديا أو لفظيا، وقد يحدث في أي مكان، موقع العمل والمدرسة والجامعة والمتاجر والساحات العامة وأماكن التجمعات أو في وسائل النقل العامة والخاصة. بالرغم من هذا يقع اللوم على المرأة. للأسف يعني هي ظاهرة موجودة فعلا، وإحنا كنساء بشكل عام نتعرض لها بشكل يومي صراحة. يعني أقول لك، لا طالبة أو موظفة أو حتى ربة بيت، ودائما المجتمع يقول إنه يذبون اللوم على المرأة، لكن حتى نشوف إذا هي كانت لابسة نقاب أو جبة أو لبس محتشم هي تتعرض أيضا للتحرش. العادات والتقاليد البالية في المجتمع الذكوري سمحت بشكل غير مباشر بتوسع الصلاحيات أو حرية التصرف للذكر، ونتج عنها ظاهرة التحرش بالمرأة. هسه ولد هذا الوقت هم دا يطبقون تقاليد القديمة، فهذا دا يجي من قلة الوعي، لأن يعني الناس اللي كانت بهذاك الوقت ما كان عندهم الثقافة، فهذا على مود هذا ما كانوا يعرفون، بس هسه لازم يعرفون إنه ماكو فرق بين النساء والرجال. فهذا شلون لازم نغيرها؟ نبدي من المدارس الابتدائية نغير بهم هاي الأفكار، مثلا نخلط البنت ويا الولد، حتى بالمتوسطة والإعدادية نقدر نبدي بهاي الأشياء حتى نعدم التحرش. إحدى الناشطات النسويات أشارت إلى أن الحرية بمفهومها الذي ظهر في منتصف القرن الماضي ترافقت مع انعدام ظاهرة التحرش في المجتمع العراقي إلى حد ما. السنين السابقة بسنة الخمسينات والستينات كانت النساء أكثر حرية، وكان ظاهرة التحرش تقريبا ما موجودة، لأنه الناس عندهم وعي وثقافة أكثر. لكن بسبب الحروب أتصور والنزاعات اللي مر بها البلد تتغير ثقافة المجتمع وتدخل عليها ثقافات أخرى تسبب هذه الأزمة. الحروب تكثر الجهل، تكثر عدم الذهاب للمدارس، التوعية تقل، فتكثر هذه الظاهرة لأنه ماكو توعية. المفروض إحنا مبادئ حقوق الإنسان نعلمها الأطفال من الدار والدور، لكن إحنا بالحقيقة اليوم بالكلية أول مرحلة يمكن بس القانون يأخذ مراحل مبادئ حقوق الإنسان. لهذا إذا ما نعلم الطفل شلون يتعامل ويا أمه ويا أخته ويا زميلته بالصف، فلا تتعجب لما تطلع للشارع البنية. واليوم المسألة مو مسألة لبس أو هاي، لأنه حتى المنقبة مثل ما تفضلوا البنات، حتى اللي لابسة حجاب، حتى اليوم الاعتداء حتى على الحيوانات للأسف. ووفقا لهيئة حقوق الإنسان، فإن صور التحرش الجنسي تشمل التحديق والتعامل الودي غير المنطقي والمرغوب، مثل تعمد الاحتكاك بالشخص أو احتضانه أو استعمال تعليقات أو كلمات ذا مغزى جنسي. وتتعرض المرأة إلى تحرش إما عن طريق الكلام أو الملامسة أثناء العمل أو أحيانا في الأزقة أو الشوارع أو المولات، ويؤدي هذا التحرش أحيانا إلى ترك المرأة عملها أو ابتعادها عن الأسواق. عدنا جافة ذات التغيير، كركوك.